الرسالة ديالنا للحكومة أولا اللي كتخرج بالبنود واللي كتخرج بقرارات موازية وهي ضد القانون. كاين قانون اللي كيمتع المرأة، لكن أن القرارات اللي تيخرجوا مور القانون وفي النصوص التنظيمية كتقصيها بواحد الشكل معنف. ملي تنهضروا على الإقامة كمثال على مجموعة ديال المراسيم، ملي جا هاد البند ديال ملي جا قانون ديال 62/17 حرمنا وعنفنا بواحد الشكل آخر. كاين واحد الدورية اللي متعتنا شوية بالحق غير شوية تنقول، ولكن ملي جا القانون 62/17 اللي كينص على الإقامة عنفنا بشكل فظيع. ملي كنقولوا الإقامة كنقولوا ان المراه تجلس في البلاد وتحرتها وتمارس في داكشي ديال المساعده ديال التويزه اللي كاين زمان، ولكن الوضع اللي كاين دابا لا يعقل ان تكون استفاده المراه بالاقامه، لان لا يسمح لها باش انها تقيم في المنطقه ديالها بحكم الزواج بحكم العمل وبحكم ان ديك المنطقه صغيره. هاد الحق اللي كنهضروا عليه ديال الاقامه اللي دخل فيه بند الاقامه كنقولوه الحق ديال الاراضي الجموع اللي هي اراضي للسلاله، ومني تنقولوا السلاله لا نقول الاقامه، الارض تابعه للسلاله ليست بالاقامه وما كاينش فيه تقادم، حتى الارض ما فيهش تقادم. الا رجعنا للقانون 19 ما فيهش تقادم، فيها ارض سلاليه يكون حق الانتفاع للسلاليين والسلاليات على قدم المساواه، لكن كنتفاجئوا حاليا بهذا البند الاقامه وكنتفاجئوا بالعنف اللي صراحه هو ضر المراه بشكل مباشر في حقها وفي المنفعه ديال ذوي الحق ديال الهالك. ومازالين حنا رغم النضال ديال 14 عام ازيد من قرن لا زال الحق في ضباب ومازال ما لمسناش، ومازال النساء كتعاني من التهميش وكتعاني من الفقر وكتعاني من الاقصاء وكتعاني من العنف. فرسالتنا للحكومه انها تشوف من هذه الشريحه اللي متضرره جدا.